أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات الأحبة في الله، هذه قصة واقعية، قصة عجيبة. تعلمنا هذه القصة فضل الصدقة وعجائب الصدقة، خاصة حينما تكون الصدقة على اليتامى. فقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقرن بين أصبعيه صلى الله عليه وسلم. هذه القصة تجعل الأفئدة والقلوب تطير شوقا إلى ما هناك في جنة عدن، إلى جنة عرضها السماوات والأرض، كما قال ربنا عز وجل في كتابه: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. فجعل الله سبحانه وتعالى أول صفة للمتقين صفة همزوات دي ذكر الله عز وجل دي الآية: المتقين اللهم اجعلنا منهم. المتقين ميسوجد الله سبحانه وتعالى ميج الجنة إقاخس عرضها السماوات والأرض. الله أكبر، صفة همزوات إذي إثني أهل الله عز وجل باش يدفنغا الجنة هو الإنفاق في السراء والضراء، يعني دائما كانوا ينفقون في سبيل الله. فإليكم هذه القصة. هذا رجل من أهل العلم يقول: كنت مرة مع أخ لي في الله فجعلنا نتذاكر الأيتام. ونتائج جن من أهل العلم أكج الأخ النس في الله ذن سور نخل الأيتام، حالة الأيتام يوجير ضرورة مراعاة حال الأيتام. إن سيخ الصنق أنفك دائما ذي الأيتام قواسن وخسن غير فقن وغاسن وخسن غير شفقن. فإذا بهذا الرجل يقول إن سادش عوض غيج القصة وقعية. كانت ليلة، هذه الليلة كان آخر يوم من أيام رمضان، إيش نجيرف ربما تغت أتري آخر ليلة زي شهر رمضان. قال: فإذا امرأة تتصل بي وتقول: يا شيخ، إنني أم لخمسة أطفال أيتام، أبوهم قد مات، أقسم بالله والليلة ليلة عيد، والله ما في بيتنا طعام لهذه الليلة، أقسم يا شيخ بالله ما في بيتنا أي شيء يؤكل. اتصلت كيس مغاثث نسقنش تجج الزوج توفى غاري خمسان الأيتام ذي حنجان ذي مزيانا تجير ثان رعي وغانغر ذيج نحاج دي ثداه تؤكل زيد زنستار ونس. يقول: فتنغصت علي الحياة. يقول الرجل: لم أدري ما أفعل من غجة، فآليت عاهدت نفسي أن أترك كل شيء، أتسمح مرة ذي الأشغال، ثم أضرح غذي زخ المرأية للأيتام النغاس باش أتصفح. وقد أخذت عنوانها. يقول: أخذت معي امرأتي وكيس الزوجة النس، ثم رحن غثدى في المرأة أني دخلت بيت تلك المرأة. يقول: رمي غخزا غثدى ثداث ذرباري مهترئة، تكاد الجدران قرضوا ذن رحيو، لا شيء في هذا البيت أبدا، لم تعد الملابس لأبنائها للعيد، والسجد أعروب وغاسبو أعروب ثار والنس السجد العيد بشنو مش سجدني وذن، لا طعام لا خضر لا شيء مما يؤكل. يقول: فتكسر قلبي، تأثر غجن تأثير ضمقرا، وأقسمت بالله العلي العظيم، قلت لها: أقسم بالله لن أعود إلى بيتي ولا إلى أبنائي حتى أطمئن أن أبنائك عندهم ما عند أبنائي تماما. الناس أقسم بالله وترقح غاث الداث حما يغس اندثار ونم أثن صفاحق شنو مش صفار راح أثار وين. يقول: خرجت وتركت زوجتي عندها. الجاكيس الزوجة نس يروح هذا الزديول، فذهبت إلى بائع اللحم، ثم ذهبت إلى صاحب الخضر والفواكه، اشتريت الخضروات الفواكه، أتيت محل الملابس
يروح هاو مشان نوارو يصغز دارو بالحنجاني مرة. ثم أتيت البيت يزدغس، فلما أنا أتيت البيت قالت ما كل هذا، الناس ما يمتوا مار الخضاثة، كل هذا سيتلف لأن ثلاجتنا نيبر أني تغذي تقير خضاث الفواكه كان آخر عهدي بها عندما كانت تعمل قبل سنوات طويلة. نسقى الخو نيبرة وغارشة انتهى الزنزيت باش تصق إثار ونس من غش. فقلت لها أنا قد أقسمت بالله أن يفرح أبناؤك الليلة كما يفرح أبنائي. فخرجت من بيتها فاتصلت بصاحب محلات كهربائية أعرفه، رجل فاضل إزنوزا رحويج انتفوت ثلاجات يتصل كيس، فأخرج ثلاجة من المحل ثم اتصل بصاحب السيارة فنقل الثلاجة الجديدة وقد أعطيته العنوان إلى بيت الأرملة والأيتام. ألم يجي السيو الثلاجة نيبيرات جديد السيو سنتد غثدة. فقلت الآن تدخلين اللحم، إن سخو نويد ثلاجة أذي سجد اللحم ذو الخضار الفواكه، إن سخ قبري غناح نش الزوجين وناقوح، أريد منك أن تعدي لنا كوبا من الشاي. قال فنظرت إليها فإذا دموعها تنزل والعبرة تخنقها، فقالت له والله يا شيخ أنا أعتذر لك، سأذهب لآتي لك الشاي من عند جيراننا لأن آخر عهدي بأنبوبة الغاز كان قبل أكثر من أشهر. نس وغارشة من خفصنا منذ شهور وغارشة نس لحضاض رخ الجيران أجدوي. فقال لها وقد دمعت عينه والله لنشربن الشاي الليلة ولا أعود إلى بيتي حتى أشرب مع هؤلاء الأيتام الشاي. يقول فخرجت وذهبت فصنعت مع صاحب الغاز وني زوزان بوتاغازات ما يتعلق بها، فطلبت منه أن يأتي إلى العنوان فجاء وربط لها أنبوبة الغاز. فقلت الآن أعدي لنا الشاي، فبدأت تعد الشاي، فجاء الأطفال الأيتام جاءوا إلي يقفزون علي ويقبلونني ويعانقونني كأنني أبوهم من شدة الفرح. إحنا جاني مزيان فارحا يعجب سنحاب عرض جديد إن دار عناي الصوني كأنه بابت سنئذ ورد غاسم. قال فشربت كأس الشاي، شربت مع دمعة من الفرح، فعدت إلى بيتي يدور الشيخ يدور غفدة وقد تركهم وهم فرحون. يقول فبينما أنا في منامي يتسجر في نيزريج رؤية عجيبة غريبة، يزرى كأني أسير في طريق أخمي قواك جم مبريد ولكن جم مبريد وجشزي العالم الدنيا. يقول رأيت فيه ما لا عين رأت أبدا ولا خطر على قلب بشر. يقول والله العظيم لا أستطيع أن أصف ما رأيت، فأردت أن أقطف بعض الثمار تولى شن السجوار شن يعني ذي غاسن شن الثمار تم قرنين يانعة فيخسز زي سدي إكسي شن ثمارة أتيش. يقول فسمعت من يقول لي لا هذا ليس لك، ثني توجبنش أنت طعامك هناك نسك خزاغة وجنة. فأشاروا لي إلى السماء فجعلت أنظر إلى السماء فإذا فواكه يانعة متدلية والله ما رأيت مثلها أبدا، يعني شان الفواكه عمص ومزرق ولكن عران تجنت. فقلت كيف أصل إليها مشيرا إليها بيدي نسمش غضو ضغال فواكه مني يرسقن دي الصواني. قال فلما رفعت يدي إذا بها تنزلت عند يدي مش الفواكه مني وانتد غاوفو سنس. قال فأخذت واحدة إكسديش تجن الفاكهة أرمي تيقى قموم. يقول ذقتها تيشزي شوي تيفقد. قال استفقت من حلاوة طعمها ذي سيجن الطعم عماس وثقيس غذي الحياة الدنيا سبحان الله. يقول فاستفقت لأحدث زوجتي وأنا فرح مسرور سرورا كبيرا غامرا قبري غير ذي حد الزوجة نسمي زرذي المنام
تنس زوجة النس ما أطيب هذه الرائحة يا رخانا الرائحة عماس وش مغشان الرائحة طيبة مثل هذه الرائحة. إخواني أخواتي الصدقة ذلك العمل الجليل ذلك الذخر الغالي. هل فكرت أخي أختي في الله أن تكون من أهل الصدقة أن تدخل السرور والفرح على الأرامل وعلى المساكين وعلى الأيتام والأطفال الصغار خاصة في هذه الأيام المباركة ونحن في شهر رمضان؟ هل تفكرت يوما في ثواب والأجر والأثر العجيب للصدقة كنز لا تصل إليه الأيدي؟ فتصدق أخي أختي في الله وثق بموعود الله تعالى، فإن الله سبحانه جل في علاه لا يخلف الميعاد. أيقظ همتك، أطرد الشح والحرص من قلبك، أبذل المعروف للمحتاج، فإننا والله يا أخي لا ندري متى سنرحل من هذه الدنيا، فهل يسرك أن ترحل بغير زاد؟ فإن قليلا تقدمه اليوم خير لك من كثير تخلفه. ماذا تقدم ذي خفن شوية من الصدقة أتثافت سوجد تديها من يغفع بحظ حسن سيما تسجيل غوانش الكثير ولن ينفعك. قدم لنفسك أخي أختي في الله، قدم لنفسك قبل الممات قبل كثرة الحسرات. قال ربنا جل في علاه وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. كم من أناس شحال يذن رحلوا من الدنيا بغير زاد بعد أن تركوا الأموال جمعنا الطاس التمنية ولكن جيت نتغاوانس لم ينفقوا رحلوا ولم ينفقوا وودعوا النعيم رحلوا بالحسرات رمت تسسا عن الموت تحصروا ندمنج من دم ضمقرا ولزمتهم التبعات. فلا المال اليوم معادهم قدموه ولا رحلوا به المال نين إجمعا إختمان وزي استفدن والو يخفنسن يوم القيامة يوم الرحيل عن هذه الدنيا بل تركوه لأهل الميراث. وأنت أخي أختي في الله كأنك غدا خبر من الأخبار أيا من عاش في الدنيا طويلاً